شكرا للزميل خالد شنيف في الاستوديو التحليلي والكابتن محمد خوجة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام عبر قنوات اس اس بي، طاب مساؤكم، اهلا ومرحبا بكم. ليلة مختلفة عن كل الليالي هنا في الجوهرة، ليلة رسمها جمهور الاتحاد بكرنفال رائع وكبير للغاية. من يشاهدنا في الوطن العربي الكبير صدقوا هذه الصورة، صدقوا هذه اللوحة، bring it home للاتحاد، إنها يريدونها، لوحة ترسم في بيوتهم، لوحة ترسم للعودة، ويأتيها الاتحاد بهذه الصورة الكبيرة. يا لكبرياء هذا العميد، يا لكبرياء هذا الكبير الاتحادي المونديالي، يا لهذه الصورة الرائعة الخيالية. نحتاج رسامين كي يرسموها، نحتاج يروم بأنظار الشعراء كي يكتبوها، نحتاج بها بجمل مكتوبة اتحادية عبر الزمن عبر السنين وعبر المدى. هنا الاتحاد وجماهيره، لا شك أن جماهير الاتحاد وأنتم تنتظرون يا حمد الله أبرز الغائبين وواحد من الكبار من الهدافين. كل الآن الاتحاديين بالأنظار على نشيدهم على كلماتهم الذي تعودوا دائما أن يسمعوها ونسمعها، ويردد كل الجماهير الاتحادية في الانتظار على لوحة أخرى هنا ترسم في الجوهرة. هنا تشكيلة الاتحاد، هنا كوزمين كونترا الروماني الذي يدخل اليوم بالأسماء ويضع كورنادو وحمد الله لعدم الجاهزية على البدلاء، لكن الاتحاد يغيب من يغيب ويحضر من يحضر، والمحصلة بأنه في الرقم واحد وأنه في الصدارة. اليوم الحزم يعني في وضع للغاية ليس جيد أبداً، اليوم وضع متأزم على 14 نقطة، حزم الصمود يأتي في هذه المباراة ليبقي على جزء من آماله. كونترا الروماني، ماذا فعلت في هذا الاتحاد؟ ماذا فعلت في هذا العميد؟ هنا الآخر الهولندي روبن كومانز الهولندي يحضر في هذه المباراة وعلى أمال. الأورغوياني أندريس كونيا الذي أدار نهائيات كأس العالم 2018. نستمع إلى النشيد الاتحادي. وطن وطن، والحلم اقترب أمام أكثر من 60، أكثر من 60 متفرج اليوم جاءوا ليحتفلوا أمام الاتحاد وأنه يصل للنقطة رقم 60. يا سادة يا كرام، ها هو أمام الحزم، حزم الصمود، ولكن من يصمد أمام هذه الجماهير؟ صافرة البداية سيداتي وسادتي أحبتي متابعينا، عبر نفسه هذا الدبور بشكل رائع، قدم نفسه مع الفريق الاتحادي، تغطية محاولة، حمدان تقدم على اليسار، يبحث حمدان لكن تغطية عليه، برافو، تغطية عسرة. اتحادية للأمام، للأمام، السريع، هارون كمارة حاول يعدي، رجع مرة ثانية، على الخلف، يرجع مرة ثانية بالخلف، اتحادية، الهجوم الضارب، هارون والبيشي وتسديدة أبو زايد، طالت من يده، عدت إلى خارج أرضية الملعب، إبراهيم زايد على دفعتين، إبراهيم زايد هبط في ذلك الموسم يعني بست نقاط فقط. محاولة عند البيشي، انطلق محاولة عند الأول، لعب الكرة في محاولة اتحادية لكنها عدت، محاولة مرة ثانية، اصطدت من زيدان، سعود زيدان الموهوب يحاول يتقدم، لعب كرة جميلة للأمام، تغطية من حمدان والمدافع وعدت إلى خارج أرضية الملعب. إبراهيم زايد حارس المرمى، إبراهيم زايد يلعب الكرة الطويلة في مكان سليم على الجهة، زرهون يحاول، استلم، محاولة للحزم، تسديدة جميلة للحزم، جميلة للحزم، تصويبة لكن عدت مرة ثانية، نيرس عدت إلى سعود زيدان، سعود زيدان شوف تمريرته الرائعة، الله يا سعود زيدان، بدأ مع النصر على فكرة، بعد ذلك مع أبها، محاولة وانطلاقة، محاولة المرور، محاولة المتسديدة، الله الله على
المغربي، الله على المغربي الزرهولي. نوفل سدد، ولكن أمام من؟ أمام من؟ أمام مارسيليو جروهي، الحارس الأروع على مستوى الدوري لسنوات، على فكرة على ذكريات أسطورة الحراس محمد العيع الذي سجل الأفضلية بأربعة عشر شباك نظيفة في 2009 ولم يرانيا. ما زالت حزماوية، لا والله عنده جرأة فريق الحزم في هذه المباراة. سعود زيدان تدخل بالرأس، والحكم ركلة حرة. الحكم اليوم عندنا حكم اليوم 2013 أخذ الدولية، الحكم قاد في افتتاح كأس العالم في روسيا 2018 فرنسا واستراليا، بعد ذلك قاد إيران وأسبانيا في الملعب. نقلة روما، يتقدم من روما، ما شاء الله تبارك الله. نائب الرئيس أحمد قعقي أصر على بقاء أن يبقى هذا اللاعب. شوف الآن عامل الفرق في وسط الملعب، محاولة عند البيشي، استلام تسديدة لكنها سهلة وصلت إلى فيليبي. على الجهة اليسار حمدان يلعب الكرة، عرضيات حمدان لكن وصلت. حطوا عينكم على عرضيات حمدان، دور الجماهير. رومارينيو ياخذ كرته، البيشي على اليمين، مر من الأول، موه تقدم، محاولة عند البيشي، مرور إلى رومارينيو، رومارينيو والعرضية ولكن عندت إلى خارج. ركلة الزاوية، عبد الرحمن العبود لعب الكرة، حولت بالراس داخل منطقة الجزاء حمدان ولكنها وصلت سهلة إلى موجودة. نعم هي عملت عمل كبير، ومنها هذا اللاعب يمر الكرة في محاولة، رومارينيو تغطية دفاعية بالخطأ إلى ركلة زاوية، ركلة زاوية خلال أنقذها بروهي. على اليمين يحاول رونو هنريكي، عرضية حارس المرمى إبراهيم زايد طالع من مرمى زياد الصحفي، دوها المدافعين، يضغط الاتحاد، يحاول الاتحاد، أندري فيليبي، زيدان بالاستلام، الله على زيدان، الله على لمسة زيدان الجميلة، الحريف الولد حريف سعود زيدان، على فكرة انضم مع منتخبنا الأولمبي. هذا يستطع الحزم حتى الآن الصمود، لم يستطع حتى هذه اللحظة الصمود. استلام بالصدر زيدان وروقانا، يلعب كرة على اليمين، أسامة الخلف، تمريرة جميلة في محاولة أمام الجول، أمام الجول، أمام الجول، ضاحت أخطر الكرات الحزماوية، الله على الحزم. العزف على نغم الاتحاد كبير، هذا الاتحاد يشغل الرأي العام في صدارته، ولا حتى في وضع لما يكون ما هو جيد. محاولة للأمام، هارون مر، هارون كمارة خطف الكرة، هارون مر، هارون من الأول، أمام اثنين، هي الكرة أمام حمدان، محاولة لا زالت الكرة عليه إلى خارج أرضية الملعب. شوف هارون كمارة، يا للرغبة عند هذا اللاعب ولهذه القوة عند هارون كمارة بهذا التدخل وبهذا البنية الجسدية الرائعة، هذا التدخل إلى خارج أرضية الملعب. لا زال مصاب على أرضية الملعب، سجله رومارينيو ب53 هدف اللي جمع الاتحاد في 2018، لعب أول مبارياته أمام الشباب واليوم يلعب مباراته رقم 96. محاولة أسامة الخلف إلى لمسة للأمام خطيرة للاتحاد، العبود انطلق في محاولة دخل الجزاء، مر العبود من الأول وحكم المباراة، الأورغوياني يقول لا شيء، خطأ محتسب. غريب هذا الحكم خبرته العريضة الكبيرة، هل كان في شك في لقطة التسلل أو لا، لكن كرة عدت مع عبد الرحمن والتدخل مع عبد الله عبد الرحمن. تخيل هذه الكرة، الشد كان من القميص موجود من التخيل، لكن يبقى القرار للحكم، يبقى القرار للحكم الأورغوية. الكل ينتظر على قرار حكم المباراة، راح يروح الأورغوياني، راح الأورغوياني قال له ويروح إلى تقنية البي آر ويأخذ الإعادات ويعود الأورغوياني أندريس كونيا، وماذا يقول؟ كل الجماهير الاتحادية تقول لا شيء. اللي يملك الطاقة الإيجابية الكبيرة على فكرة، الذي يستطيع أن يعود بفريقه هو جمهور فريق الاتحاد. وديني شوية، ودي أقول كلمة على 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 هذا الجمهور اللي لسنوات سنوات سنوات مهما كان مصير الفريق، والله ما تجيبها إلا البطولات، أما أنتم ما تأتون بالبطولات. هذا الحكم زايد وزنه على فكرة، لكنه يجري أيضا. الحكم الأورغوياني أندريس كونيا ماذا يقول؟ ينادي عبد الرحمن العبود، يقول له تعال عبد الرحمن العبود، البطاقة الصفراء.
عبد الرحمن العبو. أندري راح على الجهة اليمنى، قال البيشي تعال، البيشي يتقدم يحاول يراوغ يلعب الكرة لكن تقدم مرة ثانية إلى 44 دقيقة. شوف المباراة، شوف سعود زيدان، حطوا بعينكم على هذا اللاعب، شوفوا هذا الموهوب هذا الرائع. محاولة المرور وحكم المباراة يقول هذا، يقول حكم المباراة وبطاقة صفراء. هذا ما عنده، ما يلاحب يا الحافظ، البطاقة الصفراء الثانية على عبد الله الحافظ. لكن عينكم على زيدان وعينكم على سرعة الزرهوني. وين هذه كورة؟ هذه إيزيكيل لو حصلها خطير. إيزيكيل النيجيري أمام زياد، أمام زياد يحاول يمر، والله مر من الأول لكن عنده تغطية دفاعية، تغطية ثانية يحاول يمر، تراجع مرة ثانية زرهوني. أسامة الخلف لعب العرضية، محاولة تسديدة لكن عدت من إيزيكيل إلى خارج. وهو عينه أيضا على نقاط المباراة، ولما لا ولما لا. شوف الكرة الطويلة، وصول سريع على الاستلام، الله على الاستلام. يحاول عبد الرحمن، حاول يمر من الأول، هي كرة تسديدة من تسديدات البيشي لكن عدت سواها لوكا مع تنفيذ ركلة الزاوية. لعبها الصربي، لعب الكرة بالراس، محاولة داخل منطقة الجزاء تخلصت وخطأ. استحواذ، نقلة للأمام، الاتحاد والدقائق الأخيرة، النقلة الجميلة، المحاولة العرضية، العرضية الاستلام، روما، روما محاولة ولكن عدت. روما رينيو لكن ممتعا بالجماهير الاتحادية، لكن كان ممتعا بالحضور الاتحادي. حتى الآن اللاعب الاتحاد يعني ما شاهدنا الكثير في شوط المباراة الأول، شاهدنا بعض اللمسات الجميلة من فريق الحزم، خصيصا المايسترو الكبير والأنيق هذا التوقيت والمنعطف الأخير. محاولة وخطأ، رونو لعب الكرة، هنريكي بالراس إلى خارج قضية الملعب. روما، روما عاصمة الإبداع وعاصفة الإبداع وصوت الجمال كله روما على الصافرة الأورغوياني. أحبة الكرام مشاهدين عبر قنوات SSC ومنصة شاهد، شوط المباراة الأول هنا في الجوهرة وأمام أكثر من 60,000 متفرج، وبل أكثر من 60,000 عاشق ومتيم ومحب، لأن المشجع شيء والعاشق شيء، الجمهور شيء وجمهور الاتحاد شيء. شوط المباراة الثانية ألتقيكم إن شاء الله بعد الفاصل مع الزميل من الأورغواي وصافرة البداية. لا تغيير على شوط المباراة الثاني، 45 دقيقة و60 مشاهد والملايين من خلف الشاشات. هذا أول حارس يدخل في عالم المحترفين، وقبل المحترفين لم يكن هناك حارس. وصل هذه كرة ملعوبة، الزرهوني أمام المرمى، محاولة أمام الجول، الله الله يا قروهي، الله يا قروهي، صمام أمان يا قروهي، تسديد أمام الجول مرة ثانية، يا عيني على الحزم، يا سلام يا سلام على الحزم وجماله وعلى لعباته، ويا روعة حارس المرمى مارسيلو قروهي. شوف التقدم، شوف اللمسة، شوف من الأنيق عبد الإله في كل مرة، في كل مرة عبد الإله الشمري يظهر في شوط المباراة الأول. والزرهوني لكن أمام من؟ أمام حل المحللين اليوم والنقاد وعلى البرامج التي تقام، وواحد منها وأجملها برنامج شوت، أن يكون هناك حظا في هذه المباراة أو محاولة. شوف 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 البيشي، شوف البيشي، راح البيشي، تقدم البيشي، تقدم البيشي، مر البيشي، لعب البيشي، روبرينيو داخل منطقة الجزاء، تغطية عليه من البرد، محاولة المرور، يتقدم الآن البيشي، مر البيشي، مر البيشي، عرض البيشي، عرض البيشي أمام الجول، الله الله يا سائل برونو هنريكي، لكن حارس آخر يرد على حارس مارسيلو قروهي، يقول أنا إبراهيم زايد أيضا ما زلت على حضوري وعلى حظوظي أن حارس إبراهيم. عبد الإله أسامة الخلف يلعب العرضية الجميلة، الله لمسة رائعة جدا من أسامة الخلف على 3 انتصارات. محاولة عند رومارينيو، البيشي محاولة نقلة، غير الاتجاه، حمدان الشمراني يحاول يلعب العرضية، عرضيات حمدان بالرأس وشالها حارس المرمى، روما وشالها حارس المرمى. المباراة الماضية وأنتم تسمعون الآن صيحة 60,000 متفرج، هذه كرة عالية، الحارس أمام المرمى، ضاعت الكرة وخطأ لمصلحة إبراهيم زاهير الاتحاد اللي نقول معقولة تتصدر كل العناوين. هارون كمارة يغادر، الصغار الله والكبار هذا عاشوا، عاشوا البطولات كلها، عاشوا الإنجاز، عاشوا الذهب، عاشوا آسيا وعاشوا أجمل الأيام وما زالت الأجيال.
يا الله بورنادو لمسة للأمام بلمسة ساحر يا الله يا الله بلمسة واحدة منه كفاية بلمسة واحدة لم يغامر في كونترا في بداية اللقاء هذه محاولة للأمام والآن الإضافة الحقيقية أقولها للاتحاد إضافة صفر كورنادو عن تنفيذ الخطأ كورنادو يبحث الآن عن عبد الرزاق كرة داخل الجزاء بعيدة عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى حمدان يتقدم كورنادو في الاستلام لمسة لرومارينيو حط رومارينيو يأخذ الخطأ الصافرة والخطأ لرومارينيو أسامة الخلف أمامه عبد الرزاق أسامة يلعب الكرة للأمام لكن خطأ في العمق محاولة واستلام محاولة اتحادية أمام المرمى محاولة تسديدة الله الهدف الأول للاتحادي نعم الجماهير تعزف الآن على مقام الاتحاد الاتحاد من ينتزع اللقب من فك النمر من يقدر ينتزع هذا اللقب من فك النمر العميد في الطريق إلى التاسعة الله على الاتحاد سمع صوت جماهير بس هذه واحدة بالخطأ الثانية الثالثة وين الثالثة في الشباك الثالثة عند الشنقيط الظهير ما في فرق من يسجل كلهم يسجلون كلهم يصنعون الجماهير تعزف هنا بلحن الاتحاد بمقام الاتحاد هنا البصمة هنا الهيبة هنا الكبرياء هنا الاتحاد وهنا العميد الاتحاد يعرف كيف يعدي يعرف يمر من كل الأزمات والاتحاد يعرف كيف يمشي في المدرجات يمشي كده كده يمشي كده كده نعم يا الشنقيطي هدف أول للاتحاد هدف أول للعميد هدف أول للمونديالي المونديالي يضرب كل 60,000 يريد أن يصل إلى 60 يريد أن يصل إلى النقطة 60 ما فعل فعل كبير الحزم لكنه لم يصمد أمام كبرياء الاتحاد أمام هيبة مدرج أمام كبرياء عميد أمام هيبة هذا الله يا أبو فيصل خلاص حتى البرستيج ما ملا منا أبداً أبداً ولي في ليلة صعبة للغاية أمام 60,000 متفرج بعد الغيابات ويحضر الآن عبد الرزاق حمد الله بلمسة أول عبد الرزاق حمدان تقدم يحاول يتقدم عن العرضية يبحث عن العرضية لعب العرضية لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب ركلة زاوية للاتحاد اللعبة داخل الجزاء زايد طالع محاولة رومارينيو تسديدة لكن عدت مرة ثانية على 71-72 دقيقة تقدم الاتحاد ما يريد الاتحاد ما كان يؤرخ الاتحاد أنه يحصل على الهدف بعد ذلك يحاول الاستحواذ يحاول أن يسيطر يحاول مع كورنادو يحاول مع عبد الرزاق مع رومارينيو مع عبد الرزاق انطلق عبد الرزاق هدف ثاني جول ثاني جول ثاني جول ثاني جول ثاني للاتحاد جول ثاني راية 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 وتسلل راية عبد الرزاق حمد الله كان في موقف تسلل الهدف الثاني ما كان الاتحاد يريده هذا الهدف الأول عبد الرزاق نعم كان في موقف تسلل عبد الرزاق ولم يكن البيشي البيشي اللي أخذ هو عداخ جاء من الخلف وكمل لكن الهدف الثاني بقرار الحكم المساعد ألغي بقرار الحكم المساعد من ينتزع أهو أهو يا عميد لو يصير الحظ مايل تلقى عشاقك بجنبك واقفين تلقاهم دائما واقفين أنا أشهد بأن الاتحاد والله سوى كل هذه أرقام يريدها الاتحاد محاولة المرور المرور ما بين ثلاثة عاد مرة ثانية من وسط الملعب عبد الإله الشمري لعب كرة جميلة لكن وصلت عبد الإله عبد الإله الشمري عبد الإله وتمريراته نادو يرجع في وسط الملعب محاولة رومارينيو هياها عرضية محاولة عبد الرزاق ما هي لمساته ما هي عاداته يبدو أنه ما زال عنده يعاني يعاني هذه كرة المحزم محاولة أمام المرمى أمام الجول أمام الجول أمام الجول غريبة 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 عجيبة زرهوني
عدت منه إلى خارج أرضية الملعب. كان يطالب بركلة زاوية لكن الزرهوني أضاع في الشوط الأول، الزرهوني أضاع في الشوط الثاني، هي انفراد الثاني على فكرة. راح يندم 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 كثير الحزم. هي عدت إلى ركلة مرمى، هي لمست حارس المرمى، هي لمست قروهي على فكرة وعدت. والحزم إلى الآن لم يرمي المنديل، فهو يهاجم، فهو الأخطر في كرات. هذه كرة عرضية محاولة لكنها عدت إلى خط. الله استلام البيشي، الله استلام البيشي، استلام البيشي راح للطرف الأيمن، وأنا هناك على الطرف الأيمن، استلم الآن يبحث عن العرضية أمام الجول الثاني، أمام الثاني وسط الند وصل الثانية، شالها قروهي إلى ركلة زاوية. الخطأ عند إيزيكيل، إيزيكيل تسديدة لكنها عدت إلى خارج أرضية الملعب. اللي تشوف يقول لك كيف يمشي الاتحاد، محاولة ولمسة للأمام. أوه 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 يا كورنادو، واحدة من كلمات الساحر، واحدة من رسمة من الإصابات، لكنه لم يعاني. وقت ما يكون عند الله 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 يا كورنادو، سنوات هناك في الشارقة وهنا اليوم، هنا عندنا اليوم تعودوا الخلط. رومارينيو صاحب الأرقام الكبيرة يغادر بعد 3، عوض الناشري 20 سنة لعوض يدخل الآن بديلا مد الله العليان. أعتقد لو كان متاح ليكون أكثر، تخيل في 24 ساعة أو أقل من ذلك. أو هو هناك وصل عند المدرج، يعطيهم لمحة رائعة، يعني في أقل من 24 ساعة انقفلت كل هذا. شبه الانطلاق على الطرف الأيمن وبيتقدم، المحاولة الاتحادية، هل ينهيها؟ هل ينهيها؟ نعم انهاها الساطي، انهاها الساطي يا عميد الملاعب. الله 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 الله، عبد الرزاق الأرقام، عبد الرزاق الكبرياء، عبد الرزاق الأهداف، عبد الرزاق النهايات، حمد الله وكفى. عبد الرزاق حمد الله دخل لينهي كل كلمات المحاضرة، دخل لينهي كل الكلمات، دخل لينهي كل الحكاية. الهداف عازف بكل مرة، واحدة من البيشي، واحدة من عوازف البيشي، واحدة من كلمات البيشي، واحدة من لمساتك، واحدة من سحرك يا بيشي، واحدة من عرضياتك يا بيشي. أوديها عند اللي أبدا ما تخاف يضيعها، ما تخاف يضيعها. عبد الرزاق بلمسته وكفى، الشباك تعشقه، هو نجم الشباك، هو صائد كل الشباك، هو عازف على كل الأنغام، هو الملحن الأول، هو العازف الأول. عبد الرزاق حمد الله ملك لكل الأدوار، ملك لكل الأدوار. هو يعرف متى يخرج، هو يعرف متى يكون، هو عبد الرزاق حمد الله. الهدف الثاني، حتى رغم الإصابات، حتى رغم الأزمات، يبقى الاتحاد، يبقى العميد، هو العميد في جمهور تجيب البطولات، وفي جمهور الاتحاد على الرقم 60. يا 60,000 متفرج وتزيدون، و60,000 متفرج على عباراتكم. رددتوا في البداية وطن وطن، وفي النهاية قلتوها، نحن الأثمن، نحن الأغلى، والنمور تعرف كيف تمشي. مرور الزرهوني راح مر عرض، أوهو عمر فوت الكرة، محاولة المرور أمام 2، تغطية دفاعية اتخلصت الآن، اتخلصت. يلعب كرة للأمام، كورنادو راح مر كورنادو فقط توازن، تغطية عليه، عدت إلى حارس المرمى. يريد أن يريح بعض الأسماء اللي موجودة، أندريه فيليب لاعب الوسط، أحمد بحسين لاعب الشاب. شوف التحية، شوف الروح، شوف العلاقة. وأخذ كورته أمام 2، فقد كورته، يلعب الكرة للأمام في وسط الملعب. الله على المرور، الله على البيشي مروره، والإصرار اللي عند هذا اللاعب، الإصرار اللي عند هذا اللاعب، الروح اللي يملكه. شوف الإصرار اللي عند البيشي. وراك هالجمهور تقدر تبدل من خلف الشاشات وتقدر تقدم عطاء نظيفة. مارسيلو قروهي شباكة نظيفة الآن، 11 مرة، هذه في محاولة للأمام، انطلاقة اتحادية، محاولة المرور، حكم المباراة يحتسب الخطأ على كلماتهم الأخيرة قبل النهاية، قبل أن يطلق الأرجوياني.
صافرة النهاية. أوه، مرور من الأول وخطأ، خطأ، خطأ لكورنادو. يا الله يا الله يا الله يا الله على كورنادو وما يفعل، وما يفعل كورنادو. محاولة المرور عدت مرة ثانية، دقائق، هل يختمها الاتحاد؟ هل يختمها العميد بالثالث؟ هذه تحولت، هي الله الله داخل منطقة الجزاء بالصدر اليمين كورنادو، العرضية، المحاولة، يا الله، السيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف قدميك يا حمد الله في الحالتين بتار، وسيف قدميك يا حمد الله في الحالتين بتار، السيف في الغمد أبدا لا تخشى مضاربه، أما أنت سيف قدميك في الحالتين بتار. يا لروعة حمد الله، يا لجمال، يا لهذا الخيال، يا لهذا العنفوان، الله الله الله، هذه الثالثة وهذه الختامية، هذا الختام، هذا الختام، هذه واحدة، وهذا العرض، هذا العرض، وهذا الطول، وهذا الباكور، يا عين عيني عليك يا حمد الله، يا عين عيني عليك، واحد من أمتع الأهداف، واحد من الكرات اللي ما يفعلها إلا حمد الله، إلا بأقدام حمد الله، إلا في هذه الطريقة، إلا بهذا الأسلوب، قوة الاتحاد في كل لاعب، فكيف في حمد الله؟ فكيف بحمد الله؟ قوة الاتحاد في كل لاعب، فكيف بهذا الساطي؟ فكيف بهذا الضارب؟ فكيف بهذا العملاق الكبير؟ وهذا هو، هو الذي كان يحارب السرطان بفرحته اليوم، نسى كل شيء. هنا سمير حجازي شفاه الله، وهنا الهدف الثالث، أسدل الستار على أجمل كلمات الجمهور وأجمل لقاءه، حمد الله بأجمل عزف نزل فسجل هدفين، والثاني كان الأروع. اليوم الاتحاد وجماهيره عزف على النغم وعلى المقام التاسع، إنه مقام الاتحاد، بصمة الاتحاد هي بصمة العراقة في كل مكان. والسؤال الذي نقوله، من ينتزع اللقب من فك